السلام عليكم احبائي حبيباتي، اليوم فيديو جديد ونهار جديد طبيعة الحال. اليوم جبت لكم دائما مع الجديد، اليوم جبت لكم تحليه ديال باناكوتا في النظام الكيتوني، صالحه لاي حميه خاصه لداء السكري، لانها مصنوعه من حليب الكوك والقشده الطريه والسكر ستيفيا. نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. وإذن اللي بغى المقادير وطريقه التحضير ديال باناكوتا مزينه بالفرامبواز، ما عليكم الا تدخلوا الفيديو وتتابعوا معنا طريقه الاعداد. شنو غادي نحتاجوا في المقادير؟ عندنا واحد العلبه ديال حليب الكوك اللي فيه 400 ملليلتر، وعندي جوج علب ديال القشده الطريه. انا كنستعمل هذه لانها خاليه من الكرب، ما فيهاش شي دهون يعني دهون اضافيه، فيها غير حليب مبستر. وعندي واحد المعلقه ديال الفانيلا، وعندي واحد المعلقه ديال بودغ ديال السكر ستيفيا، ما باقي ليش فيه بزاف، دونك انا غادي نزيد قطرات من ستيفيا. عندنا الجيلاتين جوج اوراق ونصف الى ملعقه اخرى بودغ، بغيت نزيدها على دوك جوج معالق ونصف. وعندي الماء الزهر اللي غادي نزيد فيه واحد جوج معالقات كذلك ومثال مع الفانيلا. اذا غادي نفرغ حليب الكوك نتاعي كامل، وغادي نحاول نخلطه مع القشده الطريه. حاولوا ما نخليو والو في القوطي ديالنا، خليوه فارغ لان كيكون لاصق فيه داك الزبد ديال الكوك. نزيد القشده الطريه، القشدة الطرية هذه غنية بالدهون البنات اللي هي بقرية. قلت غنديرها ولا بدا نشاركها مع الأصدقاء والصديقات اللي بغى ياكل التحلية بدون سكريات، يعني الناس اللي كدير الحمية. إذا غادي نحاول نجانس القسم مع حليب الكوك. فوق النار مع التحريك، اللي دقتها شويه في المذاق ديالها رائعه جدا البنات. ما نحرموش راسنا من التحليات. راه حليب الكوك مع القشده واحد المذاق ما نقولكمش، تجربوه عاد ديك الساعه حكموا. انا عندي ديجا عملت باناكوتا العاديه، والان نجرب معكم باناكوتا الكيتونيه. هذه
قطرنا جيلاتين اوراق نديرو له وصافي. وانتوما معايا دابا بلا ما يدوب لنا داك الجيلاتين صافي وغادي نفرغوه في الكؤوس ديالنا اللي حاضره معانا. اذا باش نقرا لكم مزيان نحس بان الجيلاتين ما بقاش فيها متواجد صافي غادي نطفي عليها تتقرب تغلي غادي نطفي عليها باش ما تقطع ليش. الان غادي نفرغها في الكؤوس لانها وجدت ما خليتهاش حتى تغلى باش ما تقطع ليش. بسم الله غادي نخليو فيه غادي فاش غادي نديرو باش غنزوقوها بالفريز. قلينا شويه غنجيب الكويس اللي غادي نديرو فيها والى الثلاجه نخليهم تيبردو ومن بعد غادي نديها للثلاجه. عطاتني 4 كؤوس كبرى وواحد الكاس صغير اذا غادي نخليهم يبردوا مزيان ديك الساعه غادي ندخلهم للثلاجه. البيبات ديالي هنا جبت لكم هنا ساليت الفيديو نتاع اليوم باناكوتا ديالنا وجدات غزاله وانا دقتها سبقتكم ودقتها غزاله 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 غزاله. نتمنى انكم تجربوها شفتوها غزاله كتحمق. زينتها بواحد الكوليس نتاع الفرومبواز. الفرومبواز الطريقه ديالو سهله مهله البنات. كندير الفرومبواز عندي كونجلي درته مع ما زدتلوش الماء غير داك الثلج ديالو طيبته مزيان زدتلو شويه د الجيلاتين والسكر ستيفيا ومن بعد طحنته وصفيته باش ما يبقاش دوك العظام ديالو وتاكليه يعني غزال بالمذاق ديالو. وزينتها بلا كريم شونتيي. كريم شونتيي البنات نتاع هادي جاهزه بلا ما عاد تضربيها. وبهذا نكون ساليت التحليه ديالي نتاع اليوم التحليه تاع الباناكوتا الكيتونيه بحليب الكوك والقشده الطريه رائعه جدا جدا. وبهذا نكون انهيت الفيديو نتاع اليوم. ما تنساوش تلقاو جميع المقادير في صندوق الوصف مع رابط الفيديو باش يمكنكم تبارطاجيو مع اصدقاء والعائله والحباب واللي عزيز عليكم طبيعه الحال. وبهذا نقول لكم مع السلامه. ما تنساوش لي لايك ولي كومونتير كي جاتكم تقولوا لي كي جاتكم التحليه ديالي. و بلوس دو سا كنشكر جميع المنضمين الى قناتنا الجدد الف مرحبا بكم. ان شاء الله نتمنى انكم نكونوا عند حسن الظن لكم انا والاخت ديالي وتستمتعوا بالوصفات اللي كنحضروا لكم لان في معظمها وصفات صحيه وخاصه بالريجيم كيتو. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. وبهذا نقول لكم مع السلامه.